الحربين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام متابعي قناة أيضا يأس الرياضية في الوطن العربي الكبير متابعي قناة دبي ريسينج هنا في هذا النقل الحي والمباشر على بركة الله وتوفيقه تعلن انطلاقة الشوط الأول الشوط الرئيسي الخاص بالأبكار الحجايج 120 ألف درهم للفائز بالمركز الأول الجوائز النقدية المجزية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر هناك مادة الزعفران التراثية التي الكل يطمح فيها هنا بالوصول إلى أيضا الفوز والانتصار على البركة انطلقنا في ثاني الأيام على البركة سرنا في ثاني الأيام هنا سن الحجايج نجوم المستقبل القاعدة التأسيسية لهذه النجومية مباشرة إلى دكتور الأصايل مباشرة إلى بن رشيد مباشرة إلى شواهين عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي يتقدم ولكن هناك ممثل نادي الشبا يتقدم بن عويضان يسير إلى المركز الأول ليقدم هذا الاسم تكريم محمد بن سهيل بن عويضان العامري الله يا أبو حمد يا أبو حمد نتمنى لك التوفيق بالفعل مع ونعم في المساء في شوط الجعدان يقدم هذا الاسم ولكن من اللي تدخل من اللي تدخل هذه العزرة سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري واحد من الأسماء القوية القادم للمشاركة القادم لانتزاع المركز الأول الوصول والدخول من أمجاد سالم بن حمد بن علي الدرعي اليوم يوم المجد اليوم يوم الأمجاد بالفعل ونتمنى لأمجاد الفوز والانتصار انتقل مباشرة إلى المركز الخامس والوصول من العنود عبد الله بن سعيد بن محمد بن زهر الخيالي وصل شعار بن زهر على المركز السادس طيار الوثبة يتقدم في المركز السابع ليقدم هذا الاسم ما شاء الله تبارك الله هنا في هذه الانطلاقات المركز الثامن الوصول في ثامن المراكز والقدوم هنا مشاهدي الأعزاء هذه سفيرة محمد بن عوض بالكيله العامري وصل بالكيله وهناك ايضا مع راب عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري الدخول الاخر في تحدي الاصايل الجباره راشد بن حمد بن عامر العمري ايضا دخل بن دري تواصل بن دري المنصوري ليقدم هوايل منصور بن سيف علي بن دري المنصوري وهناك شعار الصعب يتقدم محمد بن سلطان بن مرخان ليقدم همس هنا في هذا الشوط هكذا النتيجه اعود الى مقدمه الشوط أعود إلى أيضا الانتصار أعود إلى البحث عن الفوز في عاصمة الميادين الله 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 بن دحروي يقدم العزرة يا له من اسم يا بن دحروي العزرة الماضي يتحدث عن هذا الاسم الماضي يتذكر هذا الاسم كل أيضا أبنائي هذه الرياضة يعرفون العزرة بالفعل وماضي العزرة ولكن بن دحروي وضع هذا الاسم بفخامته الكبيرة بتحدياته المثيرة على المركز الأول أيضا سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري الوصول الدخول سفيرة بدأت تسافر إلى وين إلى بر الناموس هذه هي سفيرة في المركز الثاني محمد بن عوض بالكيله العامري يصل مع سفيره المركز الثالث امجاد تصل في هذه اللحظات ليتقدم سالم بن حمد بن علي الدرعي بن عويضان يتقدم ابو حمد مع تكريم محمد بن سهيل بن عويضان العامري الكيل
الأخير الكيل المثير بن رشيد بن زيتون بن عويضان الدرعي وبن دحروي، وهناك بالكيلة أسماء قوية، التاريخ يتحدث عن هذه الأسماء. الله 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 الله، غير بالكيلة، غير بالكيلة إلى صدارة إلى سفيرة محمد بن عوض بالكيلة العامري. ولكن دكتور الأصايل، دكتور الأصايل، يلا يا أبو سلمان، يا أبو سلمان روح إلى الصدارة إلى المركز الأول. هذه شواهين عبد الله بن علي بن رشيد الاكتبي، بن رشيد بن رشيد، تحرك بن زيتون ليقدم الفنون العابر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، رجل كل الأمتار، رجل كل الأمتار، يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا وصايف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. ولكن شواهين الثلاثمائة متر الأخيرة، دكتور الأصايل علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، وكأن الشوط حفلاوي، وكأن الشوط حفلاوي، يا بن رشيد يا بن رشيد، يقدم هذه النجومية شواهين. الشوط الأول المفتوح للحجايج عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، العوير العوير سلام سلام، العوير سلام. المركز الثاني وصايف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، المركز الثالث العابر، وصل أيضا محمد العتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز الرابع وصلت المايدية أحمد بن محمد بروية الخيالي. المركز الخامس وصول من هزر إيريو بن سيف بن إيريو المنصوري. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، الشوط الأول الرئيسي، شوط ما بعد شوط بالفعل في هذا الصباح، شوط الأحلام بالفعل. شواهين هي من تنتزع هذا الشوط ليتقدم بالرشيد. ما شاء الله تبارك الله، 5 دقائق 47 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. شواهين عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، تهانينا العلي بن سلطان بن رشيد المركز الثاني، 5 دقائق 49 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، اللي هي وصايف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي بالفعل. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما اللي احتلت المركز الثالث العابرة في المركز الثالث محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 5 دقائق 51 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. ما شاء الله تبارك الله، كسر حاجز الخمسين، كسر حاجز الخمسين. شواهين هي من تفوز. تهانينا لعلي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، أيضا دكتور الأصايل بالفعل، وأنت دكتور في التوقيت اليوم. سلام العوير سلام على هذا الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله صحيح.